متابعة للجريمة البيئية التي عرضها تلفزيون المجلس أمس في منطقة الجديليات. أفادت مصادرنا من الهيئة العامة للبيئة أن العينات التي جمعتها في مصب مياه البحر تؤكد علميا أنها ملوثة بسبب المواد التي تسكب هناك. تلفزيون المجلس عاد إلى هناك اليوم حيث دعونا فريقا من الهيئة العامة للبيئة وعلى رأسه مديرها الشيخ أحمد الحمود الصباح إلى مرافقتنا. الشيخ أحمد أكد اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكارثة مشددا على أن البيئة خط أحمر. احنا اليوم بالجديليات عندنا مجرى أمطار للأسف تم استعماله في طريقة خاطئة وتم وضع المياه الخاطئة في هذا المجرى، مياه ملوثة خذينا منها عينات، تم دراسة هذه العينات وتبين لنا أنها مواد ملوثة لا يجب أن تكون في هذا المجرى. من هذا المنطلق تم حاليا يتم وضع جميع الدوكيومنتس، جميع الأوراق الخاصة في هذه المخالفة، وسوف يتم إرسالها إلى الجهة المعنية لإجراء اللازم. جول الكويت عندنا في الهيئة العامة للبيئة خط أحمر لا يمكن أن نتساهل فيه. جول الكويت منطقة حساسة ومنطقة وصلت لذروتها حاليا، لا يمكن أن نلوثها أكثر من هذا اللي تم الحين حاليا.